سايمون لويس رويترز. لقد أنتم تخرطتم في محادثات حول مستقبل غازة بدون حماس، وما الدور الذي يمكن أن تلعبون له في ذلك المستقبل؟ الوزير بلينكين، كيف ترد على طلبات حلفائكم هنا لوقف إطلاق النار؟ وهل تجدون أذانا صاغية لما تتحدثون عنه حول غزة؟ شكرا لكم. شكرا جزيلا على هذا السؤال. من وجهة نظرنا إن وقف إطلاق النار الآن سيترك سيؤدي لما حصل مرة أخرى في 7 أكتوبر، ويمكنك أن تأخذ كلمتي كضمان. قبل عدة أيام قال مسؤولون رافعون المستوى في حماس بأنها سيكررون ما حدث في أكتوبر في 7 أكتوبر مرة أخرى، ولا يمكن لأي دولة ونحن أيضا أن نقبل بذلك، ولا يمكن التساهل مع مثل هذه التصريحات. ولذا من الضرورة بمكان أن نؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وواجباتها لتحقيق ذلك، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية بأنه لا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر. وأيضا من الضرورة بمكان كذلك الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بذلك، وهذا ما تحدثنا به مع الحكومة الإسرائيلية، مع أخذين بعين الاعتبار كل الإجراءات الضرورية لحماية حياة الناس وضمان عدم وقوع الخسائر من المدنيين والضحايا، وضمان أن من يكون بحاجة أن يتصل لهم المساعدات. ولتحقيق هذه الغاية جميعنا نتشارك اهتمام عميق وبالغ لتأمين المدنيين في غزة والنساء والأطفال وما يحتاجونه من مساعدات والسبل العيش الأساسية التي سيمكنهم الحصول عليها. نعمل بلا كلل لضمان وصول المساعدات لهم، وأحد الأسباب التي هنالك جمود في المساعدات الإنسانية أو تدفق غير مناسب هو نحن نرغب في زيادة حجم المساعدات للفلسطينيين وأن يتمكن من العديد منهم من التنقل بحرية وأن يصلوا إلى أماكن يكونون فيها آمنين مرة أخرى لضمان لضمان تلك توزيع المساعدات وأن يتم إعادة البناء وأن يستفيد الناس من هذا الأمر. نحن نركز على هذا الأمر الذي ذكرت، وسنستمر بالعمل الذي نقوم به معا مع شركائنا لضمان بأن إيصال المساعدات لهم. شكرا لك.